السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع ثمرات التلاوة، خلاص قربنا ننتهي من هذه السلسلة. اتكلمنا عن ما قبل التلاوة أثناء التلاوة، ودلوقتي ما بعد التلاوة، كيف تثمر قراءتك للقرآن، كيف تثمر صحبتك للقرآن. من أهم ثمرات تلاوة القرآن، ومن أهم الحاجات اللي أنت عشان تقرأ القرآن أو تقرأ القرآن عشانها، وإنك تعرف إن دي ثمرة فتبقى بجهز نفسك أثناء القراءة ليها، ويمكن أجلتها شوية بس هي مهمة جدا حتى أثناء التلاوة وما قبل التلاوة، إنك أنت تعرف ربنا من خلال القرآن. أعظم من يعرفك بالله هو الله سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى قال كده عن نفسه، قال الرحمن فاسأل به خبيرا، وأخبره الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الخبير، اسمه الخبير، وهو الذي يخبرك عن نفسه في كتابه. هتلاقي من أعظم المقاصد لتلاوة القرآن، يعني لو قلنا أن القرآن كتاب اعتقاد، كتاب يبث في نفسك معرفة الله سبحانه وتعالى، لما كنا مبالغين. القرآن من أكثر الحاجات اللي تكررت فيه الأسماء والصفات تقريبا، يعني أغلب آيات القرآن أو الأكثرية من آيات القرآن لازم تنتهي هو العزيز الحكيم، وهو العزيز الرحيم، إنه هو العزيز الرحيم، إنه هو العليم الخبير. تلاقي دايما في آخر كل آية كلام عن اسم أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هتلاقي سور بأكملها اتسمت باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، سورة غافر، سورة فاطر. هتلاقي أسماء الله سبحانه وتعالى حاضرة بقوة جدا، وصفاته العلى وأفعاله وسننه في كونه في كتابه العزيز. هتلاقي آيات رب العالمين سبحانه وتعالى بيكلمك عن نفسه. أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن هي إيه؟ آية الكرسي. ليه؟ لأنها فيها صفة الله سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. كل كلمة منها محتاجة مننا الوقفة، أو تستلزم منا وقفة أن نتأمل صفات الله سبحانه وتعالى، نتعلمها ونعرف الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بده في القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. تدعو الله بأسمائه إزاي وإنت ما تعرفهاش؟ إزاي وإنت ما تعرفش عن ربنا سبحانه وتعالى؟ هتلاقي في القرآن آيات ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك فيها عن نفسه. آيات مثلا من سورة النمل زي قول الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعدين لما يسأل ربنا هذا السؤال الله خير أما يشركون، يبدأ يكلمك عن نفسه ويقول لك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أإله مع الله. لما يسألك السؤال ده بعد ما يعرفك بنفسه أنه هو الذي أنبت هذه الأشياء، وهو الذي أخرجها، والذي خلقها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، ملك الله في الكون وخلقه الواسع، السماوات والأرض والبحار والجبال. ربنا بيدعوك لترى هذا وتنظر إليه وتستدل من خلال هذه المخلوقات العظيمة على عظم خلق الله سبحانه وتعالى. تعرف الله عز وجل من خلال كلامه. دي آيات من سورة النمل، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر. التعامل بقى، معرفة الله من خلال المعاملة. كل واحد فينا بتخاطبه هذه الآيات لما كنت مضطر ودعيت ربنا سبحانه وتعالى. شوف القرآن بيوجهك لإيه؟ أن تعرف الله عز وجل من خلال معاملته. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. آيات كتير تتكلم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انظروا إلى الخلق، انظروا إلى معاملتي، انظروا إلى هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الرياح وهذه البحار. تبدأ تنظر من خلال هذا وتتعلم عن الله سبحانه وتعالى. الرحمن فاسأل به خبيرا، أعظم من يعرفك بالله الله سبحانه وتعالى. كمان في القرآن ممكن تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وده زي ما قلت لك مقصد وانت بتقرأ القرآن قبل وأثناء وبعد، تبقى ده من أحرص ما تكون حريصا عليه، انك انت انا عايز أعرف ربنا من خلال القرآن. هتلاقي
إن في كلام عمن يعرفون الله سبحانه وتعالى، حتى مخلوقات، في مخلوقات تعرف الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يذكرها لك. مثلا الهدهد، لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة الهدهد وهو جاي بيكلم سيدنا سليمان عليه السلام وبيقول له إن في قوم بيسجدوا للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم، ويبدأ في وسط كلامه يقول إيه، أو في آخر كلامه يقول إيه، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما. شوف الهدهد بيتكلم عن ربنا، الهدهد بيتكلم عن علم الله، عن إخراج الله سبحانه وتعالى المختبئ في الأرض الذي يؤتيه رزقه حتى لو كان بعيدا عنه. الهدهد بيعرف بربنا سبحانه وتعالى، الأنبياء وهم بيعرفوا بربنا سبحانه وتعالى، سيدنا إبراهيم وهو بيقول فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. بيتكلم عن ربنا بحب، ربنا بيعرفك بنفسه من خلال هؤلاء الذين أحبوا الله، الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم ثمرات قراءتك للقرآن أن تعرف الله من خلال القرآن، أن تعرف الله من خلال آيات التي كلمك الله سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، آيات عن ربنا، أفعال ربنا في الكون، أفعال ربنا في الظالمين، انتقام الله عز وجل من المشركين، من المكذبين، من الجاحدين، دي كلها أفعال الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل وسنن الله سبحانه وتعالى في كونه، كل ده في القرآن، كلام الأنبياء عن ربنا في القرآن. فمن ربكما يا موسى؟ فرعون بيسأل موسى عليه السلام، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوف الكلمة البسيطة بس معاني عميقة وعظيمة، ربنا بيعلمك عنه من خلال كلام أنبيائه، من خلال كلام من عرفوه، حتى بقول لك حيوان الهدهد بيقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، عارفه، عارف صفاته، عارف معاملاته، عارف إن هو بيجيب المضطر، عارف إن هو بيرزق حتى لو الرزق ده مش ظاهر، خبأ في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يخرجه. كل ده بتخرج به من خلال هذه الثمرة العظيمة، ومن خلال هذا المقصد القرآني العظيم، أن تقرأ القرآن لتعرف، تعرف من؟ تعرف الذي تكلم بهذا القرآن والذي يعرفك بنفسه من خلال كلامه. أسأل الله عز وجل أن نكون ممن عرفوه وممن كانوا يتعلمون عنه من خلال كلامه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.